السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شكرا للقنوات المحترمة على الاستضافة، ودائما علاقة بالملف ديال الوالدة ديالي باش ما نطورش عليكم اليوم مستجدات. أننا وصلنا لواحد المستوى في الملف ديال الوالدة ديالي، أنهم من بعد ما غبروا الأوراق والأحكام القضائية، القرارات القضائية كتكتب بعبارات ديال المدح والغزال، وكيشكروا فيها في الطرف الآخر اللي في متقاضين معاه، تيقولوا بأن لاباس عليه وعنده المعرفة، تيقولوا لي الحاج الأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك وطبق القانون، واللي مفروض فيها بأنها تكون هذا آخر حكم قرار قضائي صدر ضد الوالدة ديالي، موضوع قرار النقض وقرار عدد 913 صدر بجنايات استئنافية بالرباط، فيه الحاج وفيه بأنه عنده المعرفة وعنده الفلوس وهو مواطن وحنا ماشي مواطنين. ومن بعد الظلم والحيف اللي تعرضت ليه الوالدة ديالي، الملف ما فيه لا أوراق لا والو، المحكمة كتقول لك ما عنديش الأوراق، باش حكمت بالأوراق ما فهمناش كيفاش دارت، الشيكات ومجموعة ديال الأمور الوثائق اللي كانوا في محاضر الضابط القضائية واللي جردهم قاضي التحقيق اختفوا من الملف بواحد الطريقة جرمية خطيرة، انحياز وهذا الممالاة، اتجار في الحقوق ديالنا والحريات ديالنا كمواطنين، بيع والشراء بالعربية تعربت، هذه الأحكام يستحيل أن تكون صادرة عن ضمائر حية أو في استقلالية ديال القضاء، لذلك احنا لجأنا طبقا للقانون وصلاحيات الدستورية المحصورة القضائية في جلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده، لجأنا للملك المؤسسة الملكية، لأن كاين هناك انتهاك ديال استقلالية القضاء، ولو القرارات الاحكام القضائيه كيخرجوا لينا حنايا وفق الطلب وعلى المقاس وطبق الاصل شكلا ومضمونا وباستعمال عباره التمجيد والغزل والاشاده باحد الاطراف باحد المواطنين اللي هو طرف بالملف. وباش نلخص لكم فين وصل دابا الملف ديالنا، غادي نعاود لكم واحد القصه، ما واحد العبره هي ديال العرب، كانت وهي فيها مجموعة ديال المعاني مبطنة اللي ما كان قصد أولا أنا فيها، ما كان تشي واحد يمشي شي واحد يقول لك راه هو حشكم الكلب في القصة، أنا ما كان قصد تشي واحد، هذا كي يحكى بأن واحد القبيلة كبيرة عربية كان عندها نفوذ وكان عندها قوة وعزة وكثير الناس ديالها، وواحد النهار داز من حداهم واحد القبيله ونجي واحد الراجل من ديك القبيله ونشد واحد العصا ونقتل لهم واحد الكلب ديالهم، فاش قتل لهم واحد الكلب اجتمعوا دوك الكبار ديال ديك القبيله، مشى عند واحد الحكيم قالوا ليه اش غنديروا مع هذا السيد اللي قتل لينا الكلب ديالنا، قال لهم قتلوه، قال لي واش غنقتلوا سيد حنا على كلب، خليه وخلاوه. داز واحد شهرين ومن تيهجموا عليهم واحد جوج قبيلات من بيناتهم من ديك القبيله، هجموا عليهم داو ليهم البهايم ديالهم كاملين، باش جاو لهم البهايم ديالهم كاملين، دوك الناس الشرفاء ديال ديك القبيله ودوك الناس الكبار ديال ديك القبيله القويه اللي تشفر اللي مات ليها الكلب، مشاو عند هذاك الحكيم رجعوا عنده قال له واش شفروا لينا دابا البهيم ديالنا وداروا لينا ودار لنا جوج قبيله اش غادي نديروا لهم، قال لهم قتلوا هذاك اللي قتل الكلب، ما سمعوش ليه، قال واش انت حمق، حنا كنهضروك على الدولينا البهيم ديالنا الكسيبه ديالنا وانت كتهضر لينا على الكلب، خلاو ما مشاو. دازت واحد شهرين ومن تيجيو هجموا عليهم ريبوا لهم الخيام ديالهم وشفروا لهم العيالات ديالهم، قبائل ديك القبيله الاولى وقبائل اخرى زعموا عليهم، ومن تيتجمعوا هذه المره دوك عاوتاني دوك الناس الكبار ديال ديك القبيله ومشاو رجعوا عند الحاكم قال لي اش غادي نديروا، راه ولينا كنتعرضوا للغزوات والظلم ولينا زعموا علينا القبائل وداو لينا هذه المره عيالاتنا وبناتنا اش غادي نديروا، قال لهم قلت لكم قتلوا اللي قتل الكلب، هذه المره سمعوا لي الهضره ديالو مشاو قتلوا هذاك اللي قتل الكلب، غير قتلوا هذاك اللي قتل الكلب، القبائل الاخرى سمعت بان راه هذه القبيله ناط على واحد قتل لهم الكلب ديالهم، من ترجعوا لهم عيالاتهم ورجعوا لهم البيب ديالهم، رجعوا كيطلبوا منهم السماحه وما عمرو ما يقيسوهم. انا دابا حاليا وصلت للمستوى ديال كراس الاهل الحل والعقد بالبلاد للحكماء، تنقول لهم قتلوا اللي قتل الكلب، لان هذا الشيء اللي وقع في الملف ديال الوالده ديالي راه ما كيمش غير الوالده ديالي، امراه ام مغربيه مسلمه مسنه ما كيمساش غير هي، كيمس جميع المغاربه، كيمس الامن القانوني
او كيمثل او القضائي بالبلاد، الناس كتشوف الا مشات تغول قاتل الكلب راه ما غاديش غادي ينوضوا مشاكل اخرى كبيره على هذا المشكل. حصروا المشكل فيما هو في قتل الكلب وقتلوا قاتل الكلب، وهذا هو الرساله اللي كنتوجه مره اخرى لذوي الحل والعقد لحكماء ديال هذه البلاد، قتلوا الكلب لان هذاك هو الحل، بان الامور ترجع الى نصابها وبان الناس ترجع الثقه ديالهم في القضاء وفي ويرجع لهم الثقه بالامن القانوني ديالهم بعدا كاين اللي هو كيخليهم ثقه في جميع مؤسسات واداره الدوله ومسؤولين الدوله.